لا أستطيع إخفاءكم أي سر، أنا سعيد بصراحة بفوز الأهلي. برافو، ألف مليون مبروك بجد. يعني الأهلي فاز 2-1 أمام الوداد المغربي على استاد القاهرة الدولي. ده كان لقاء ذهاب النهائي في دوري أبطال إفريقيا. طيب مين اللي جاب الأجوال بتاعة الأهلي؟ بيرسي تاو جاب هدف الأهلي الأولاني في شباك الوداد المغربي، وده كان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول. بعد كده يجي محمود كهربا يسجل الهدف الثاني لفريق الأهلي في برضه شباك الوداد المغربي، لكن في الدقيقة 59. يجي بقى الناحية الثانية سيف الدين بهرة لاعب الوداد المغربي ويسجل الهدف الوحيد في شباك الأهلي في الدقيقة 86. كل الناس عمالة تتكلم بصراحة على مصطفى شوبير، صخرة صخرة ما شاء الله، تاتش وود، الله أكبر. مصطفى شوبير أو ما بين قوسين شوبير جونيور طلع ما شاء الله، يعني وحش الوحوش، شبل ابن أسد، حاجة يعني تفرح. طيب الأهلي هيعمل إيه؟ هيلعب مع الوداد في إياب بقى المباراة النهائية في استاد محمد الخامس، في مركز محمد الخامس، يوم 11/6 بإذن الله الجاري هناك في المغرب، وإن شاء الله نكسب. خلوني بقى أخد صاحبي حبيبي أحمد درويش ناقدنا الرياضي البارز الشهير والهمام. ازيك يا أبو حميد؟ طيب يوسف، كل التحية لحضرتك، كل التحية لمشاهدي ومشاهدي القناة الأولى وبرنامج التاسعة. يا رب يخليك أبو حميد. احكي لي على الماتش من ناحية، وبعدين أنا سامع من زمايلي اللي كانوا بيتابعوا المباراة إنه شوبير جونيور، مصطفى شوبير، كان عامل شغل عالي عالي عالي. طيب خليني أقول لك في البداية كده، وده اللي يهم جمهور النادي الأهلي، هي نتيجة ليست بالنتيجة المرضية لجماهير النادي الأهلي ولا مجلس إدارة الأهلي ولا الجهاز الفني للنادي الأهلي. سقف طموحات الأهلي عالي دايما. 2-1 أستاذ يوسف بلغة الحسابات، 2-1 على ملعبك، هي نتيجة فيها ريسك كبير جدا جدا. أنت عارف إن إحنا لسه في قارة أفريقيا بنلعب قاعدة الهدف بهدفين خارج الديار. يعني لا قدر الله 1-0 في المغرب تمنح الوداد اللقب، ودي طبعا نتيجة مغزية. 2-0 كانت نتيجة تضع قدما للأهلي على مراسم التتويج. السيناريو كان سيناريو خاطفا لجماهير الأهلي والجهاز الفني. أنا هنا من ملعب القاهرة بقول لك المشهد قدامي، 2-0، 70,000 متفرج بيتفرجوا على الماتش، تشجيع ولا أروع. كل الطرق وكل الظروف كانت مهيئة إن الأهلي في أسوأ الظروف يكسب بهدفين في ظل براعة حارس متميز زي مصطفى شوبير، كان لعيب كان في حالته النهارده، وكانت الأمور ماشية في سكة 2-0. أوكي. الهدف المغربي زي ما بنقول كده هو شوية تراب أو شوية ملح اترشوا على التورتة الجميلة اللي أنت مستني تاكلها. عشان كده بقول لك جماهير الأهلي، أنا هنا لسه في مقصورة استاد القاهرة، حالة من الغضب الشديد للجماهير اللي لسه ما خرجتش، سعادة غامرة لمدرج أو مشجعي الوداد اللي هم كانوا فوقنا بالظبط، يقدروا بتقريبا 1,000 واحد، لكن الأمور نتمنى إن إحنا في المغرب معوض، وإن إحنا نعمل نتيجة أفضل إن شاء الله، أو نحافظ على النتيجة. 0-0 صعدك، 1-1 صعدك، 2-1 في أسوأ الظروف تلعب ضربات جزاء، لكن ثقتنا كبيره في النادي الاهلي وفي الجهاز الفني وفي لعيبه النادي الاهلي. فعايز اقول لك ان مصطفى شوبير النهارده مولد حارس كبير، اتحط في ظروف صعبه. انا بحيي مصطفى جدا على ثباته وعلى قوه تحمله. هو لا يسال تماما عن الهدف اللي جه في شباكه. مين اللي يسال؟ اللي يسال فقدان التركيز من اللاعبين في الامطار الاخيره او في الدقائق الاخيره، وكذلك كولر. كولر ان هو مدير فني شايف ان في ضغط مغربي في النهايه، كان لابد ان يقفل الملعب اكتر من كده ويامن اكتر من كده، لكن انا شايف ان هو تعامل مع الربع الاخير من الشوط الثاني تعامل ليس بالجيد، خصوصا اخر 15 دقيقه في نهايه المباراه. طيب يجي هنا سؤال، تعتقد انه كولر ده من ناحية، بقيت الفرقة من ناحية أخرى هيبقوا مستعدين لتقديم أداء أنا هسميه أكثر اختلافا، مش هسميه أجود أو أفضل، أكثر اختلافا عن الأداء
في مصر وهيقدموا أداء مختلف جدا، أداء ذكي وهم بيلعبوا في المغرب، ولا أنت قد تكون أقل تفاؤلا مني؟ شوف، بما أني واحد حضرت أجواء ملعب محمد الخامس في النهائي اللي فات في المغرب، بقول لك الأجواء هناك بتبقى صعبة جدا تشجيعيا، خصوصا لو الحكم لا قدر الله ظروفه ما كانتش أفضل حاجة، تأثر بالجمهور أو المعوقات اللي دايما بنفاجأ بيها احنا كمصريين في بعض النهائيات. فاحنا لو استعدنا كويس جوه الملعب وركزنا كويس جوه الملعب، وكمان أخذنا احتياطاتنا خارج الملعب بما يؤمن الناحية التحكيمية والجماهيرية والأمور التنظيمية، أعتقد إن الأهلي قادر إن شاء الله يرجع بالكاس، لأن فنيا إحنا أفضل كمصر كأهلي، يعني أفضل من الناحية الفنية، من الناحية التكتيكية، من ناحية كل حاجة. لكن 2-1 بتعلي معنويات الفريق المغربي قوي، خصوصا إن التعادل جه في وقت قاتل السيوس. أنت قلقان من التحكيم ليه يا درويش؟ يعني أنا شفت بعيني حاجات زي كده، وعارف حتى حكم الأثيوبي بملاك له وقائع شهيرة معانا مع الكرة المصرية. أنا أراه حكم ضعيف الشخصية، شخصيا حكم ما أضمنهوش من هنا لحد الاستوديو عندك القناة الأولى. ده مشوار بسيط جدا. بص، أنا أعتقد الأهلي هيقدر يلعب كويس قوي، بحيث انه مش هيدي فرصه لا التحكيم ولا لفرقه الوداد انها تعلي عليه. انا اعتقد ذلك. نتمنى ذلك، واوعدك لو حصل كده انا هجيبك هديه سواء من مصر او من المغرب لو سافرت المباراه. ارجوك اعزمني على العشاء، عشوه تقيله. طيب، انا بحب اكل اكل تقيل قبل ما انام. وانا زي حاجاتك. حبيبي يا احمد، ربنا يخليك يا رب. الف 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 شكر ليك صديقي وزميلي العزيز ناقد الكبير احمد درويش.